إذا أردت أن تحصن بيتك لا تنسى رماد النار الذي يمكث في المبخرة. أحيانا البعض ينسى هذا الرماد ويكون مأوى للشياطين. حاول بعد تعطير البيت وتطيب البيت بسكب هذا الرماد وإخلائه من المبخرة. هذا وصلى الله وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي السائل الكريم، لقد سألتني عن هذا المقطع وما جاء فيه في مسألة علاقة الرماد بالجن، إنما يجب تحريره أيها المباركون الكرام الفضلاء أن الجن من أمور الغيب، وإما قرره أهل العلم من القواعد العلمية السلفية أن أمور الغيب لا بد فيها من الدليل عن المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله تبارك وتعالى قد بين أن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا عز وجل في صفات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، وقال ربنا تبارك وتعالى في مسائل الغيب التي غابت أن الله هو الذي يعلمه بها، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والله عز وجل استأثر بالغيب عنده فقال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لهؤلاء أنك لا تعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والغيب مفاتحه بيد الله، فهو القائل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والله تبارك وتعالى قد بين أنه تبارك وتعالى يطلع من يشاء من عباده على أمور الغيب بالوحي، يطلع من يشاء من عباده على أمور الغيب بالوحي، فقال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذا ما يجب تحريره أولا، هو الجن من أمور الغيب، والجن من أمور الغيب التي أخبرنا الله عز وجل في قرآنه بها وأخبرنا بها نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبين أنه من ذلك إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وبين وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مساكن الجن وأنهم مخلوقون مربوبون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون، وأنهم مكلفون أيضا بالأوامر والنواهي. ولذلك لما يأتي إنسان يتكلم عن أمور الجن، مساكن الجن، طعام الجن، لابد أن يكون عنده دليل. فمساكن الجن لا علاقة لهم بالرماد، إنما بيّن الحديث الصحيح مساكن الجن أنهم يكونون في الخرب وفي النجاسات كالحمامات والمزابل. روى أبو داود قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. صح العلماء الألباني الحشوش يعني أماكن قضاء الحاجة محتضرة يعني تعضر الشياطين. الخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيث وهم إناث الشياطين. والجن يموتون، كل من عليها فان يدخل فيهم هذا. قال والنبي في قيام الليل يقول والإنس والجن يموتون وأنت حي لا تموت.
والإنس والجن يموتون. فلذلك يتوقف الإنسان عند مثل هذه الأشياء. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل لك كان عنه مسؤولا. فيتوقف الإنسان على مثل هذه الأشياء ولا يتكلم فيها بلا علم، فيدخل في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وقال: ومن كذب علي متعمدا فليلج النار. والنبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود صح العلام الألباني من حديث ابن مسعود قال: قادم وفد الجن على رسول الله، جن صيبين في وادي نخلة، فقالوا: يا محمد عليه الصلاة والسلام إن أمتك قالوا يا محمد إنهي أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمامة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك. طيب الحمامة إيش هي؟ الفحم. الحمامة هي الفحم أو الخشب الذي يحرق ليتحول إلى فحم، أو العظام التي تحرق لتتحول إلى فحم، وليس الرماد. وكل ما نهى النبي عن الاستنجاء بها، نهى النبي عن الاستنجاء بها. لماذا؟ لأنها طعام لهم، لأنه جعل رزقا للجن، مو الجن جالس يسكن فيه، فلا يجوز إفساده عليهم. ولا ضرر ولا ضرار. كما جاء ذلك فيه معالم السنن. وقال العيني رحمه الله: حمامة بضم الحاء المهملة وفتح الميمين، وهي الفحم، ويجمع على حمم. فهنا منع الاستنجاء بها حتى لا يفسدها على ماذا؟ على الجن في الطعام، لأن الجن ينتفعون بها في الطبخ والتدفئة والإضافة، فلا يجوز إفساده عليهم. وأيضا لن يتفتت فيلوث مكان مخرج البول والغائط، فلا فائدة من ورائه. وعند مسلم حديث المسعود: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، وإن صرفنا لك نفر من الجن سمعوا القرآن كان في الأحقاب، فانطلق بنا فأرانا آثارهم، يعني النبي، وأثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو ثار ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. ومن هنا قال ابن ضويان في منار السبيل: ويحرم بروث وعظم، يعني الاستنجاء، يعني يحرم الاستنجاء بروث وعظم، كما جاء ذلك عند في منار السبيل لابن ضويان. فننتبه لمثل هذا يا أخوان، الله يرضى عليكم. وما ورد في السنة الصحيحة فيه غنية وكفاية، وسأل الله أن يعلمنا جميعا ونفقهنا ونجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين أجمعين، وارحمنا إذا صلنا المصائب إليك، واحفظ ولي طول عمره على طاعتك، وارزقني برها يا رب العالمين، واقض حوائجنا بالسرور واغفر ذنوبنا وفقه تأمير كل خير، وأنا معلك لبن واجعل بلادا أمنا أمانا سخرا خيرا وسائر بلاد المسلمين. تم تحريره صوتيا قبيل مغربي الأربعاء لشطر صفر عام 43 و400 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.